متابعينا اكيد بصباحنا، ووصلنا الى فقرتنا الاولى لليوم يلي بتهم الصبايا وايضا بتهم الشباب، بما انه مقبلين على فصل الصيف وبما انه كثير خبصنا بشهر رمضان المبارك من اكلات واكلات حلو وملونات وسكريات، رح نتعرف اكثر كيف فينا ننظم جسمنا، نرجع ننظم اكلنا من بعد العيد، وكيف فينا نعمل رجيم معتدل لنستقبل الصيف في جسم ممشوق مثل ما بيقولوا. ورح نحكي اكثر كيف فينا نثبت هذا الوزن يلي نحن بدنا اياه مع اخصائيه التغذيه عالية أدب. صباح الخير. صباح كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك عالية. لما نحكي عن الريجيم وأنظمة الدايت، في أنظمة كتير والنصائح كتير بتكون بهذا الموضوع. خلينا نتعرف على أبرز الأخطاء الشائعة اللي بتكون بشكل عام بموضوع الريجيم. مزبوط. أكثر المشاكل اللي بيعانوا منها الأشخاص اللي بيتبعوا نظام غذائي معين هو مشكلة ثبات الوزن. وكثير بنسمع أنه عم اتبع دايت منيح، عم اشرب منيح، نومي منتظم، وزني ما عم ينزل. فاليوم حنتعرف على مشاكل ثبات الوزن وبعض الحلول. مشاكل؟ من أبرز المشاكل هي أنه مثلاً الأشخاص يتبعوا حميات قليلة كتير بالوحدات الحرارية، مثلاً 200 وحدة حرارية أو 500 وحدة حرارية. الجسم لما بيتبع أنظمة هي بنسميها كراش دايت، فالجسم بيتعود يحرق قليل وبيخسر كتلة عضلية اللي هي كتير مهمة للحرق، نسبة الحرق. كمان كثير من الاشخاص بيحاولوا انه ما بيتحركوا اصلا، بيعتمدوا على بس الاكل. بدنا ننتبه انه نظام الغذائي والاكل كمان بيلعب دور. بدنا ننتبه كمان انه الادويه ممكن انه تكون مشكله بثبات الوزن، عنا مثل ادويه الاعصاب او ادويه الاكتئاب او ادويه اللي بتساهم باحتباس السوائل، هي كلها بتثبت الوزن. كمان من الناس اللي بتفكر انه هي ثابت وزنها، ولكن هي بتكون عم بتزيد كتله عضليه. فنحن بنفكر انه وزننا ثابت على الميزان، بس المقاسات عم يتغيروا، فنحن هون بالعكس احسن. زياده كتله عضليه وخساره الدهون هي افضل لصحتنا، فبننتبه انه مو دائما نركز على الميزان، يعني اذا كنا عم نتغير بالمقاسات فهذا الشيء احسن لنا. نعم اكيد الصيام المتقطع عم نشوفه بالاونه الاخيره كثير الناس عم ترغب له، وهلا بما انه نحن بشهر رمضان المبارك وفي صيام لساعات كثير طويله، خلينا نحكي من بعد على الافطار، من بعد الصيام قديش نحن عم ناذي جسمنا لما عم ندخل له كم هائل من الدهون، من السكريات، من يمكن القصص يلي يمكن تعمل صدمه للجسم، بتعطيه حافز انه هو ينصح اكثر. هلا بالاونه الاخيره كثير انتشر نظام الصيام المتقطع، وهو بيساهم بخساره الوزن لانه بيحفز الجروث هرمون او هرمون النمو، بيحسن كمان مقاومه الانسولين. بس كمان بدنا ننتبه بالسعرات الحراريه يلي بتفوت خلال ساعات الاكل، وكثير من الناس كمان من مشكله ثبات الوزن انه بفوتوا سعرات حراريه كثير زياده بدون ما ينتبهوا. بدنا نفرق كثير بين الاكل الصحي والاكل اللي فيه سعرات حراريه عاليه، يعني صحي مو شرط ما يسمن، صحي مو شرط ما يكون فيه سعرات حراريه. لا، مثلا الفواكه المجففة فيها سعرات حرارية، زيوت زيت الزيتون فيه سعرات حرارية، التمر كتير التمر مفيد صح، بس كمان كمية بدنا ننتبه إلى. فبدنا ننتبه إنه صحي مو يعني بننحف أو إنه مو يعني ما بنسمن. خلال ساعات الأكل بنركز على هذا الموضوع كتير، يعني ما فينا نكت الزيت ونحن عم نطبخ أو على صحن السلطة. كتير لما الناس بتعمل دايت بتلجأ أنه مثلا يطلبوا سلطة بالمطاعم بدل الوجبة، ممكن كتير صحن السلطة يكون فيه سعرات حرارية أكتر. فموضوع السعرات الحرارية بننتبه ونركز عليه أكتر شيء، هي بتكون مختفية. طيب إذا حد بده يتبع نظام غذائي بده يخسر وزن، عنده وزن زائد، قديش عدد السعرات الحرارية للمرأة وللرجل يوميا لازم تكون تقريبا بحدود قديش؟ هلا تقريبا يعني من 1500 ل 1800 سعرة حرارية. ممكن الرجل يحتاج أكثر لأنه عنده عضل أكثر، كتلة عضلية أكثر. نحن لا نخسر وزن، بدنا أنقص من 3500 سعرة حرارية بالأسبوع. فنحن إذا يعني يوميا تقريبا 500 سعرة حرارية بالنهار، لنحن ننزل بنص كيلو لتقريبا كيلو بالأسبوع.
وهذا بيكون نزول صحي. ما في شيء اسمه والله بثلاث ايام خساره 3 كيلو دهون. الدهون بدها وقت وبدها كالوري ديفيسيت، او اللي هي انه ناكل اقل من احتياجاتنا، وبدها نكون عم نعمل رياضه. وكثير بدنا نركز انه نوعيه الرياضه كثير مهمه، يعني مو دائما نروح على الكارديو. اوكي الكارديو بيحرق الدهون، بس لازم نكون عم نعمل رياضه المقاومه اللي هي الويت ليفتنج او نرفع وزن. يعني هون العضله بنحافظ على الكتله العضليه وكمان بتكبر، فبنكون عم نزيد من التمثيل الغذائي او عمليات الايض. تمام عليا، دائما يمكن عم نركز خلال كلامك وبالايام العاديه انه الرجيم او الانقطاع عن الطعام هو غير كافي، لازم الحركه ولازم الرياضه. خلينا نحكي عن علاقه الرياضه قديش مهمه، وخاصه هلا بشهر رمضان المبارك قبل الافطار بساعه او ساعتين، قديش مهم انه نحن نعمل رياضه حتى لو طلعنا هيك مشينا وهلا الطقس هيك صار حلو، بيساعد انه نحن نمشي ويعني نحرق سعرات كثيره بجسمنا. 100% صح، الرياضة أكيد كثير مهمة لعمليات الأيض، مثل ما قلنا المحافظة على الكتلة العضلية، ولكن الوقت ما كثير بهم، سواء كنا نحن هلا صيام قبل الإفطار أو بعد الإفطار بساعتين، المهم نحن نكون عم نتحرك. فدائما الناس يلي ما بيتحركوا أبدا ننصحهم يحاولوا يكونوا شوي أكتف عن قبل، يعني مثلا يستعملوا سيارة أقل، يمشوا، يطلعوا على الدرج بدل الأسانسور، يصفوا شوي بعيد، يعني هدول القصص يلي هي بتخليهم شوي أكتف. صدقيني هدول كله عم نستخدمه، ما في بنزين عم نمشي كثير، ما في كهرباء عم نطلع على الدرج. شفت كيف يعني كل شيء ما شاء الله على الصحة. فأكيد هدول القصص، والأشخاص يلي بس عم تعمل كارديو أكيد تزيد تدمج الأوزان، وتزيد كمان من في تمارين الهاي انتنسيتي، هنا كثير كمان بيساعدوا، هنا مرتين بالاسبوع ممكن انه نكون عم نعمل هي عاليه الشده، يعني هدول كمان كثير بيساعدوا على عمليات الايض انها تتحسن. خلينا نرجع لموضوع ثبات الوزن، هي المشكله اللي عند كثير من الاشخاص بيتبعوا نظام غذائي معين ولكن بيعانوا من مشكله ثبات الوزن. خلينا نحكي شو اسبابها، يعني بتلاقي في اشخاص بيقولوا لك انه يوم فري او الوجبه الصدمه اللي هي على اساس ما بيعطوا كثير كالوريز مشان الجسم يحرق، او بيقولوا لك انه تعود الجسم على الحرق او على كميه الاكل، هذا الشيء صحيا او علميا صحيح؟ بصراحه يعني ما بعرف مين اخترع التشيت ميل او الفريده، ابدا ما له داعي. هذا بيعملوا يمكن شكلهم يعني ما، لانه نحن قلنا انه نحن بدنا 3500 سعره حراريه لنضعف، ممكن نحن بيوم واحد نتجاوز هذا الحد من السعرات الحراريه، فانه وخاصه يلي عم يبدا دايت، فما فينا نحن فورا نصدمه بوجبه كبيره وهو لسه ما شفنا قديش هذا النظام الغذائي كان منيح عليه. فاكيد انا ما مو مع مو انا العلم مو مع التشيت ميل او هدول القصص ابدا، وحتى مو مع اتباع حميات غذائيه، يعني مثلا انا ضعفت عليه معناته غيري رح يضعف، ابدا كل شخص. ومشكله ثبات الوزن نعرف شو هي المشكله، يعني مثل ما قلنا ممكن تكون مشكله هرمونيه يمكن دوائيه، اكزاكتلي دوائيه هرمونيه، كسر بالغده الدرقيه، تكيسات على المبايض، هدول كلياتهم مشاكل باستشاره الطبيب ومساعده اختصاصي التغذيه ممكن انه نحن نعرف اذا في مشكله طبيه، او مثل ما حكينا يا اما بيكون عم ياكل شوي سعرات حراريه بدون ما يحسب السعرات الحراريه مضبوطه، ممكن كمان نكون عم نشرب سعرات الحراريه، يعني كل المشروبات هلا كابتشينو موكا والمشروبات الرمضانيه او المشروبات الرمضانيه اللي هي كلها سكر، يعني تقريبا 200 سعره حراريه 300 سعره حراريه من كل كوب من المشروبات الرمضانيه. فهدول نحن عم نشرب سعراتنا الحراريه، مثل ما انا اكل الصحي مو يعني ما فيه سعرات حراريه. عليا خلينا نحكي بنقطة مهمة اللي هي احتباس السوائل. كثير من الأشخاص تقول لك أنا نازل وزني بس ما مبين علي، أنا ما عم يكش الجسم شوي على هي. في منهم كثير بيعانوا الصبايا أو الشباب من احتباس السوائل وما بيعرفوا يروحوا، وهذا الشيء عم يأثر عليهم وعم يخليهم عندهم صحة زيادة. خلينا نحكي كيف نحن بنقدر أو بنعرف إنه عندنا احتباس سوائل، في كثير عالم ما بتعرف عندها، وكيف فينا نحن نعالج هيدا الشيء؟ هلا اكثر شيء بنعرف هذا احتباس سوائل مثلا لما بنكون عم نزيد من وزننا كذا مره بالنهار. هي صحيح بتحطي هيك على اصبعتك؟ اي مزبوط، اي بت بت
ممكن حدا بيعرف اذا كانت كثير يعني هون اذا كانت, إذا كانت عندنا مشاكل بتبين. بالكلوه بس انه لا احتباس سوائل مو لهالدرجه اذا ما كانت انه مشكله صحيه الملح بيزيد من احتباس سوائل فبدنا نركز انه طيب شو هي شو يعني شو انا بعرف انا عندي احتباس سوائل كيف بعرف؟ ما هي انه نحن اذا طلعنا اكثر مره على الميزان مو يعني نحن زدنا دهون يعني اذا كنتي انت زايده بالوزن مو يعني انت زدتي دهون هي كله بيكونوا سوائل ممكن تكوني قبل بنهار عامله الفري ميل او التشيت داي او ما بعرف شو كمان ممكن ثاني يوم انه نحن يزيد وزننا فمشكله احتباس سوائل كثير خطا شائع انه بيفكروا ما نشرب مي بالعكس احتباس سوائل لازم نشرب مي ومنهم بياخذوا حبوب مدر اي مظبوط اذا كان طبيب يعني واصف لهم او اذا كان في مشكله مثل مو اجتهاد شخصي لازم. لا مظبوط فهو الادويه كمان احيانا بتعمل احتباس سوائل فانت ممكن تعرفي من نوع الدواء مثلا فكره الريجيم بحد ذاتها هي بتلائم كل الاجسام يعني بنشوف اشخاص بيقولوا انا اتبعت حميه غذائيه او نظام غذائي لزيد وزن او حتى انقص وزن بس ما عم يستجيب جسمي فكل الاشخاص اللي بتبعوا حميات غذائيه مفروض انه ينزلوا بالوزن كثير من الاشخاص بيجوا لعند اختصاصيه التغذيه بس بعد ما بيكونوا مجربين كثير انظمه غلط هدول الانظمه الغلط كثير ممكن تكون مأثره على جسمهم بشكل سلبي فهون اختصاصي التغذيه مو فورا بيمشي بحميه يخسر وزن خلينا اول شيء نغذي الجسم خلينا نمشي على نظام يعطي الجسم طاقته بعدها هيك بننزل ما ننزل فورا بسعرات حراريه اذا كنت قصدك خساره وزن مو فورا نعطي حميه قليله بالوحدات الحراريه لانه نحن شوي شوي بدنا ننزل لانه الجسم كل ما نزل رح نكون عم نعوز سعرات حراريه اقل عرفتي شو اذا كان موضوع زياده الوزن اللي هي اصعب من خساره الوزن كمان بدنا نعرف اذا عنده مشاكل صحيه عم تاثر على هذا الموضوع ما عم تخلي انه هو يزيد وزن واذا هو كمان عم يتبع نظام غذائي مناسب له يعني كثير مهم انه يكون النظام مدروس لحسب الشخص ما يكون مغير 180 درجه ما اقدر التزمه وكثير بعيد عن اسلوب الحياه تبعي نعم يعني دائما كل جسم مثل ما قلنا ومثل ما بنحكي دائما انه له ريجيم خاص بجوز يعند ما ينزل على ريجيم انا عاملته او انت عاملتي ولكن خلينا نحكي بنقطه اللي هي الاهم هي الحبوب يلي بتذوب شحوم حبوب التنحيف واشكال والوان اسماء وقطع شهيه اسماء تجاريه عديده بنتناقلها بين القيل والقال وعلى الفيسبوك وجارتي قالت لي ورفيقتي استفادت عليه. خلينا نحكي عن مضارة خلينا نحكي إذا ترافقت للرجيم شو ممكن تأدي وخلينا نحكي أيضا إذا استخدمناها بشكل عشوائي يعني قديش رح يأثر بالسلب على الجسم مزبوط الكثير من الأدوية للأسف يعني عم تنعطى لحتى عمره 18 سنة أو أقل يمكن وهذا الشيء كثير مؤذي ممكن أنه تأثر على ضربات القلب وأكيد بتأذي الجسم يعني بدنا ننتبه انه اصلا هدول الادويه اذا ما ترافقوا مع نظام غذائي فما راح يجيبوا نتيجه ومعظم الوزن يلي بينزله هو سوائل لازم يترافق مع نظام غذائي لحتى هذا الدواء يمشي حاله وما له داعي ابدا لانه ما هو الشخص امتى بياخده لما بيقول انا ما عندي اراده خليني اروح على الدواء وبعدين بالدواء بيصير بيلتزم انه هو يعمل نظام غذائي طب انت جرب تعمل نظام غذائي وبعدين روح على الدواء هدول القاطع الشهية عم نحكي في ادويه طبيب بيوصفون إذا كان الجسم ما عم ينزل على حمية غذائية لمدة 6 شهور ممكن في أدوية هي مرخصة يعني وأبروفد وكل شيء بس مو نحن اللي بناخذها الطبيب بيوصف لنا إياها وفي أدوية يعني بتحسن من مقاومة الأنسولين هي كثير مشكلة لعدم نزول بالوزن ففي أدوية مدروسة ممكن الطبيب يوصف لناها بعد اتباع نظام غذائي لمدة 6 شهور ما مشي الحال ما نزل ولا كيلو ممكن أنه نحن ندمج الأدوية اللي هي مرخصة طبعاً مو هدول الأسماء التجارية أبداً طبعاً هدول كتير مضرين وكتير سلبيين يعني. تمام طب خلينا بالوقت المتبقي نقدم نصائح لكل الناس وما يخص موضوع الريجيم أو شغلات شائعة لازم يبتعدوا عنها
أكثر شيء بحب شدد عليه إنه كل شخص له نظام الغذائي الخاص فيه، فمو إذا أنا نزلت على وزن معين على دايت معين معناته أنا الشخص الثاني رح ينزل عليه. ننتبه على السعرات الحرارية المختفية مثل ما حكينا، اللي هي موجودة بالأطعمة الصحية، صحي مو يعني ما فيها أو خالي سعرات الحرارية. ننتبه على الرياضة، يلي حابب يخسر وزن أو حتى يزيد وزن، لأنه نحن الرياضة بتخلينا نجوع، ما بتفرق إمتى بس كون أكتف. ويلي أصلاً بلش رياضة يلعب أكثر على نوعية الرياضة وعلى يعني الأيام أو العدد، عرفتي شو، بمساعدة بيرسونال ترينر. أكيد دائماً يستشير طبيب إذا كان في مشكلة صحية بسبب ثبات الوزن. نعم عالية الدبس، نحن كثير بدنا نتشكرك وشكراً على المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. أهلاً وأهلاً وسهلاً فيكي ونهارك حلو يا رب. تسلمي. شكراً كثير لك ورمضان كريم. شكراً.